قبل ما أقابل نجوى كنت مقضيها تلزيق في الأوتوبيسات، اتحرشت بنص بنات البلد بلا فخر لحد ما شفتها والمرش دار والشكمان أدنار. يعني هو اللي خلقها ما خلقش غيرها؟ ده النسوان على قفا من يشيل. نجوى ست البنات ومتربية، يكفي إنها ما مشيتش غير مع 12 واحد قبلي بس، ده أنا عامل صورتها بتو على دراعي الشمال عشان تبقى جنب القلبة. يا سلام، هو لسه في بنات كده في الدنيا؟ نزوة مش مجرد نجوة في حياتي، لا دي حب عمري وكره. عشانك يا نجوة انا كلت العجوة وانا ما بحبهاش ما بحبهاش ما بحبهاش. يا حبيبي يا امين، لعلمك بقى حمادة ده عظمه ضعيف، يعني ممكن لو لا قدر الله وقع رجله تتكسر ولا رقبته تتلاوح. لا انا مش عايزك تقلقي خالص، اوعدك لو نط هيموت على طول. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. ايه يا عم؟ خلصت؟ خلاص قربت اهو يا كابتن. ايه الصوت ده؟ انت عارف يا كابتن ما بعرفش اشتغل وانا محصور، قلت افتك ميه على السريع. طمني قول لي ايه الجو عندك؟ لا الجو حلو والسما صافيه والهوا يغض الروح. ساره كنت فاكرها هتمطر. امك زرعت ام التليفون؟ زراعته كبير وقرب يطرح كمان. هوبا انت ترن، هوبا الفيوز يسخن، هوبا يطلع شياط، جهاز الانذار يضرب، هوبا نتمسك، اخد التليفون واطلع اجري. هو ايه ده اللي هتاخده؟ التليفون هيتفرتك 100 حته يا غبي. ليه يا كبير ما خساره؟ هي فلوس حرام، احنا مش جايبينه من النصب ده على فكره. يا ابني بطل عفان، هو انت دافع حاجه من جيب اهلك؟ انت مش ركبت التليفون؟ حصل يا كبير. اطلع بره. حاضر يا كبير. استنى عندك. قاعد الشنب. هو شايفني من السفول ولا ايه؟ ما تنجز يا اخر الصبري، انا صوتي اتنبح من الولول، عايزين نخلص. بقول لك ايه؟ عربيه الفلوس زمانها جايه دلوقتي، انا عايز الناس تميلي اكتر قدام البنك. ها شد حيلك شويه معانا يا فيفي. اسمع يا فاتن، وانا بس اللي اقول لها فيفي، وبعد اذنك كده هكون خايف المعاكسات شويه عشان ساعات بغير. وانت من امتى بتغير عليا يا تقاوي الرجاله؟ من نفسك يا فيفي، لمي نفسك يا بيت بدل ما اوريك القمة الحمرا. طب حمرا يا عرج الناس انت وهو، اخلصوا وكملوا شغلكم من سكاتكم وجع لكم. حاضر. الو، ايوه يا خالو. ايه يا خالو اللي اخرك كده؟ يا حبيبتي الزحمه، في واحد فوق العماره عاوز يرمي نفسه والناس كده، الشارع كله كده. قلت له عيب عيب، معطل الدنيا، ارمي نفسك وخلصنا. طب كويس، شفت بقى يا خالو، اهو ربنا عالم ان احنا نيتنا سليمه، الزحمه اللي بره دي في صالحنا. طب بقول لك ايه يا خالو، ايه اللي خلاك تجيب الزفت معتمد معاك؟ ما سبتوش في البيت ليه؟ كده العمليه هتبوظ. بوظ الخطه ايه؟ الخطه ماشيه كويس قوي، بس انا مش عايزك تقلقي، عايزك تبقي طبيعيه وناتيورال عشان ما حدش ياخد باله. انا برضو اللي هلفت الانظار يا خالو، ده انت داخل البنك بكلب. اوكي، لو مش عاجبك اخد الكلب وامشي. لا لا يا خالو عاجبني. ما تمشيش. بقول لك ايه يا خالو، انت معاك السجاير والولاعه؟ ايه ده؟ انت بتدخني يا بنت؟ ايه يا خالو؟ ادخن ايه؟ انت نسيت الخطه ولا ايه؟ ما تقلقيش، السجاير والدخان وكل حاجه مخبيهم جوه معتمد. يا نهار اسود، معتمد؟ حبيبتي انت مالك؟ انت ليك الانذار يضرب في ميعاده. ماشي يا خالو، نخلص بس النهارده وهسرب الزفت معتمد ده. ايه؟ لا يا خالو انا ما قلتش حاجه، انا بقول لك هجيب له حليب، هشربه حليب، انت سمعت ايه؟ بقول لك ايه يا خالو؟ اقفل دلوقتي عشان المدرسه بتاعت بوتي بتتصل بيا. الو؟ في البابا؟ طب يا حبيبي هخلي بابا يجي ياخدك. الو؟ ايوه يا عزمي. ايوه يا اشجان. انت فين؟ في ايه؟ ابنك طعموه في المدرسه وبيعيط، روح خده. طب ما تروح تجيب انت. لا مش هينفع، انا في ايدي عروسه، اسيب شعرها يتحرق؟ لا سيب ابنك يتفلق. ما تروح تاخده بقى. ما ينفعش يا بنتي، انا في الجيم دلوقتي وبمرن واحد. عاش قوي يا جاسر، عاش قوي. يلا شغال لوحدك وانا مش بساعد. طيب يا حبيبتي حاضر، ساعه بالظبط وراح. طيب ماشي خلاص، سلام. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا ابني انت اللي حرام عليك كده، هتموت كافر. تعال يا ليت، ارجع عن اللي في دماغك بقى، تعال نضرب ورقتين عرفي ونقضي الهاني مول في بلطيم. استغفر الله العظيم يا رب. البنت فيفي سابقه الدور على الاخر. طب ما دي شغلتها الحقيقيه، يعني مش تعبانه في حاجه. معلش يا كابتن،
ينفع تفهمني ايه اللي هيتم دلوقتي؟ نفسي في مره افهم العمليه كلها، مش دوري بس. مش لما تعمل دورك عادل الاول. ايه الصوت ده؟ مفيش، دي بطاريه تليفوني ما بقتش بتقعد والله. انت راس العجل، ما شحنتش تليفونك ليه؟ هنوصل لبعض ازاي؟ يا جماعه ما تظلمونيش، والله شحن التليفون، انا بس كنت زهقان وانا جاي في الطريق فقلت العب شويه سناك. ده انت هتت... ايه يا قبطان؟ مش هينفع، مراتي معانا على الدولي. لا قولها يا استاذ عزمي، هو يستاهل. ما تقلقوش يا جماعه، ان شاء الله البطاريه مكمله معانا لاخر العمليه. معلش يا قبطان، اللي هي العمليه دي فيها قد ايه؟ 20-25. يا فرج الله، 20-25 ألف جنيه. 25 سنة تأبيد يا راس العجل باللي انت بتعمله فينا ده. اطلع لي يلا بسرعة، ما تخليش حد يشوفك، يلا. حاضر يا قبطان.